ممكن حضرتك تصحي الصبح كده بابتسامة جميلة، انت عارفة هتبقى مبتسمة الصبح عشان وانت نايمة عارفة في بطنك العقل الباطن عفوا في حاجة بتفكر بالليل ان في حد هيكلمك الصبح او هتكلمك، طاقة، حد ممكن يمدك بطاقة او بابتسامة او بخبر حلو ممكن نفسيا. الموضوع مش موضوع ظروف في الفقرة بتاعتنا النهاردة، مش موضوع ظروف، موضوع شخصيات. ممكن شخصيات تبقى حوالينا مؤثرة، ممكن نستمد منها طاقة، وممكن تعدل من سلوكنا، وممكن لو احنا حصل لنا أي أخطاء في حياتنا وقعنا وقعة معينة هو ياخد بإيدينا ويلا نكمل المشوار. الفقرة دي هنناقشها بزاوية مختلفة لكن بكل بساطة في توك شو بالعربي. معانا فيديو هيشرح الموضوع ده برضه في الإعلام محدش يتكلم عنه. يعني بتحب الكوره، بتحب الشخصيات الكرويه، انت اصلا كروي، لكن الشخص اللي وقع في الملعب ده حكايته حكايه واثر في العالم كله مش مصر بس والوطن العربي. فخلوني في بدايه اللقاء ارحب بالدكتور حسام الدين امين، استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. انا مبتسم وانا بقدم الفقره دي. صحيح. رائع. لان كلها تفاؤل. صحيح. وانا سمعت عن حضرتك ان بتدي دفعه من جانب معلوماتي من علمك زائد خبرات حياتيه. صحيح. الظروف الاول ولا الشخصيات المحيطه حوالين الانسان اللي احنا بنتكلم فيه النهارده؟ الظروف ولا الشخصيات؟ الشخصيه. شخصيه. اي ظرف حوالين حضرتك متغير. تمام. لكن انطباعك ايه عنه؟ الرك على الانسان جوه في نفسه. جميل. ثقته في نفسه. إدراكه لذاته. هم دول اللي يحكموا. كل شيء في الدنيا ليه أكتر من وجه، كل واحد يقدر يشوفه بمنظور مختلف. فين الحقيقة؟ الحقيقة داخل الشخصية. يعني أول حاجة الظروف متغيرة، فبنقول لهم، بنقول للمشاهدين إن ما تخافش من الظروف خالص. لأن مفيش ظرف فيه شر وخير، كل حاجة بتحمل المعنيين. تمام. حتى القرآن الكريم لما قال إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيها كل حاجة. الدنيا دي كلها ليها وجهين، كل حاجة هتلاقيها في الحياة ليها وجهين. أنت بتنظر لأني، يبقى المشكلة في النظرة. تمام. في التخيل. طب أنا في المقدمة بقول إن في واحدة أو حد ممكن يصحى الصبح كده يبقى مبتسم، عارف إن مين هيكلمه، منتظر مكالمته لأنه بيمده بالطاقة. ده حقيقي؟ هيمده بالطاقة لأن هو اتعود منه كده. لكن في نقطة لازم ناخد بالنا، الانطباع بتاعه اللي فكر فيه. تمام. تخيل حضرتك إن كلنا قبل ما بنفكر في أي شيء بنتخيله. الخيال، لذلك الناس الحقيقة حسب درجات العلم يعني أيهما أقوى، الخيال ولا الإرادة؟ عند معظم الناس الإرادة زي ما هم بيقولوا، لكن لا، الحقيقة أوسع. الخيال أوسع. أوسع. وهو اللي بيأثر، وهو اللي بيولد الإرادة. تمام. إنما الإرادة بدون خيال هتنهار. طب إحنا كده متفقين في بداية الحوار. كده إحنا نتكلم عن الشخصيات وإحنا كده متفقين. عشان كده أنا جايب النهاردة فيديو هو منتشر. وسمع جامد جدا، لكن إحنا عايزين نناقشه بمنظور مختلف بكل بساطة. شخصية وقعت في الملعب، شخصية كروية، ولما وقع هنشوف إحنا نحلل بقى المشهد. صحيح. نشوف مع حضراتكم الفيديو ده ونعلق عليه بتوك شو بالعربي بكل بساطة. مالك اقفل اقفل اقفل. حضري حضري. حرام حرام حرام. Thank you.
حسده داخل وايه؟ ادينا حاجة يا اخي، ادينا حاجة يا اخي، حرام عليك حرام عليك. حضية عالية بتقطع مرة تانية لحجازي، حجازي علي فوق وهي ايه؟ ضرب الجزاء ضرب الجزاء ضرب الجزاء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والعزة للمصر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. محمد صلاح محمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح والدموع. محمد صلاح محمد صلاح يا رب يا رب يا صلاح. محمد صلاح محمد صلاح. وابا الله 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 يا بلاد الله الله يا بلاد الله الله يا بلاد الله الله يا بلاد الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. درس كبير مش مجرد فيديو ولا ماتش كوره، درس كبير بجد لكل واحد بيعرف يركز ويقول انا ممكن اكون محمد صلاح، انا اللي وقعت في الملعب، انا اللي كل الانظار حواليا، انا الهداف، انا اللي هكسب الماتش، انا اللي هاخد فريقي واروح بيه المونديال. كلام كبير قوي قوي قوي. لكن في دقيقه معدوده فقره النهارده الدكتور حسام الدين امين استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك هيحلل الفيديو من وجهه نظره. والله الفيديو ده ليه أبعاد فعلا فنية جدا. لازم كل الأب وأم يعرفوا سر ده. في حاجة اسمها حضرتك تحمل المسؤولية. يعني إيه تحمل المسؤولية؟ كل اللي نفسه يشوف نفسه زي محمد صلاح مثلا كنموذج، يعني تمام. لازم نعرف ونرجع ونحلل شخصية محمد صلاح الأول أساسا. هنلاقي لو احنا انا معرفوش، لكن ضروري جدا ساعة ما وقع هو زعل في اللحظة على التايم، انها جاء في تايم قاتل. ناخد بالنا حصل حزن في الاول خلاص، طبعا حزن خد بال حضرتك. لذلك كل انك حضرتك تصب الحزن في اي لحظة وارد، ما تقولش لا لانك انسان، بس مش معاه استسلام. هي دي النقطة. تمام ناخد بالنا. ايوه انك تزعل او تغضب او تتضايق كمشاعر انسانيه، لا انت لازم تبقى انسان. ما اقدرش ان انا اقول ما تزعلش ما تتضايقش ما تنهارش ما تغضبش، يبقى انت مش انسان. الانسان بتمر عليه انفعالات. هو ساعه هو الهدف جه مش في الاول، جه قرب الاخر. صح ناخد بالنا من التايم. مظبوط. فحصل ايه؟ ان هو يعني هو حصل ان هو يعني تألم من التايم. تمام بالظبط كده. طب لما نزل هو قام امتى؟ لان هو الليدر، هو القائد. تمام. القائد لو فضل كده هيحبط الباقي، وبالتالي عمل حاجه غريبه جدا. بص رفعت اليد دي. أيوة. يعني بيقول للجمهور ايه؟ صوتكم، علوا صوتكم. يعني بيعمل ايه؟ تحفيز بس في صورة اشاره للجمهور وللاعيبه اللي معاه. بالظبط كده. طيب هو لو فضل واقف وتحت كلهم هيبصوا له، ده القائد. مظبوط. فهيفضلوا ايه؟ هتوصل لهم الطاقه السلبيه. لكنه الحقيقه ابتدى يفكروا وابتدى يركزوا على التكمله. مفيش انسان على وجه الارض يضمن شكل نهايه اي مشكله ايه. تمام. على وجه الارض يعني ما تقدرش تقول النهارده ان انت لما تصاب بمصيبه او اي مشكله ممكن تصادفك هي دي النهايه بتاعتها، ابدا. مادام لسه في تفكير ومادام في مسؤوليه فاعمل اللي عليك. طب تعالى حضرتك النهارده النموذج اللي احنا شفناه ده ككره قدم، لكن تعالى نشوف في حياتنا كلها. حتى آخر لحظة في حياة الإنسان هو مفروض يقدم،
انت ما تعرفش امتى هيتسحب منك الامتحان، يعني الموت. يعني كل حاجه بنعملها بنعملها على وما نعرفش فين الصح، يعني اللي احنا بنعمله احنا بنعمل اللي علينا، انما قضاء الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحكمنا. عشان كده لازم ناخد بالنا من حته مهمه قوي من الفيديو ده. اشد شيء شدني انا شخصيا تحمل المسؤوليه. طب هل اتولد في الماتش؟ لا، ده في شخصيته طبعا، ده في شخصيه الشخص، شخصيه هذا الرجل، تمام، اللاعب ده. اللاعب دوت لما ترجع لتاريخه، انا اسف يعني قطعا كده، لم ارى نجما في مصر مع احترامي جدا، تمام. يعني ما سمعتش ان هو راح نادي يعني اهلي او كده يعني. انما اللي انا متاكد منه حاجه تانية، ان كان واثق في قدراته. ادي واحد. نمره اتنين، اعتقد هذا الشخص لم يقارن نفسه باخر، ودي نقطه من النقاط دي مهمه جدا جدا. برافو. عايز اقول لحضرتك على حاجه، اخطر شيء عند البشر انك تقارن انت نفسك بنفسك بحد تاني. بحد تاني، تمام، بالظبط. كل ما تشوف حد، ولذلك هو في فرق كبير جدا بين القدوه والمقارنه. المقارنه بقى في كل حاجه، ماديه وعقليه وكله. ما تقارنش نفسك باي حد في اي حاجه لسبب بسيط. الله سبحانه وتعالى لم يخلق انسان كوبي من حد، لكن ادى لكل واحد قدراته. اذا قدرت توصل لقدراتك عشان تستخدمها فانت نجحت. اذا قدرت تحافظ على مستواك واصبحت النهارده عندك الخيال مبني صح، يبقى انت هتوصل. فدول اللي بيحكمونا. للنجوميه مش في الكوره اقصد، اه بالظبط، في اي حاجه في الدنيا. النجوميه في اي مجال، اي مجال ازاي تكون. تعرف حضرتك لو كل انسان اكتشف ذاته وعرف نقاط القوة بتاعته الحقيقية واستخدمها هيبقى نجم. النجومية مش في حدود ان انت في قرية او في محافظة او في بلد. النجومية هتطلع طول ما انت بتطور من ادائها، طول ما انت مؤمن وعندك خيال صح مبني صح على قدرات صح. دكتور، انا في المقدمة كنت بقول حاجة، بقول يعني قبل ما تروح للشغل او تسأل انت هتاخد مرتب كام، تمن نفسك الاول. صحيح. تعال حضرتك، الحكايه دي حصلت وانا اساسا بنادي بيها. وانت رايح تقول انا عايز كذا، ليه ما فكرتش تقول لهم انا اقدر اصلح لكم ده؟ ايوه. تدوني كام؟ عكست الموضوع. طبعا. طبعا. خد بال حضرتك، عايز تعرف حاجه عظيمه جدا ولازم الناس تاخد بالها. لما تحب تروح اي مكان في الدنيا، ادرس المكان ده وشوف فيه هو مشاكله ايه. ادي واحد. وابتدي فكر ازاي تحلها. ساعتها لما تدخل تقول لهم انا اقدر احل لكم دي ودي ودي، ساعتها من غير ما تقول لهم بكام، لما تقول لهم كده هيسالك سؤال تاني، تاخد كام عشان تعمل لنا كده. الناس مش فاهمه كده. وبالتالي الفكر ده كلها لازم احنا نربي اولادنا على دي الاول، وبعد كده هم يقدروا يدركوا اللي حواليهم. طب انا عندي سؤال يا دكتور، الموضوع ده بيبدا منين؟ من الصغر ولا على حسب النشأ يعني في تعديل السلوك؟ كل حاجه في الدنيا، يعني كل اللخبطه اللي بتحصل عند الناس تصدق تبدا من كام لكام؟ كام لكام؟ من 2 لـ7 سنين. يا كل دربكه كل انسان في حياته من 2 لـ7 حياه كل انسان. لذلك انا هقول لك كلمه مهمه قوي، مفيش أب وأم وصل ابنهم أو بنتهم لحد 10 أو 11 سنة وما ظبطش الحتة اللي فاتت دي إلا وبيعاني دلوقتي إن هو مش عارف يسيطر على أولاده رغم إن هم مربيهم كويس. يعني ما يسمعش الكلام، يكون متمرد أو إلى آخره. بص أنا بقول لك أهو، فوق 98% من كل من يسمعنا عنده ولد أو بنت، وكان في فرق حضرتك بين الرعاية والتربية. كل معظم الناس بيراعوا، بتودي المدرسه، بتوكل، بتشرب، بتودي حضانه، نادي، واي دي اسمها رعايه. انما التربيه ده شيء تاني. المشاركه، انك تبقى جنب ابنك بيكتشف قدراته في السن ده الصغير. طب يعرف الام تعرف ازاي سلوك ابنها وبنتها في السن ده؟ تعرف معرفه السلوك، تقييمه ازاي؟ لا، هم ما يعرفوش يقيموا لسبب بسيط جدا. ليه؟ المشاركه فين؟ المشاركه لحد 7 سنين. ولذلك حتى لما بنسمع علموا أولادكم الصلاة، علموا خد بالك لحد كام؟ 7 واضربوهم في 10، يعني تستنفذ. السن ده خطير جدا.
إعداد القادة على مستوى العالم بيبدأ من 5 سنين. بتكون شخصيته كقائد. قائد. ممتاز. ولذلك النهاردة عايز أقول لك حاجة، تنمية الشعور بالمسؤولية، تنمية المشاعر بيتم إمتى؟ في السن الصغير. المشاعر. طب لو حصل خطأ، لو حصل خطأ في السن ده إيه عقابه؟ حرمان ولا الضرب ولا فلت إيه؟ فلت. بتنفعش طريقة المعالجة، مش بالوسطة الأب والأم، خد بالك الحتة دي. إيه بقى إزاي؟ هنا اللي كان سبب في المشكلة ما يعرفش يعالج، خلاص أصبح لازم طرف تالت، يعني يكون أساساً أخصائي، أخصائي نفسي هو اللي هيدخل. هيقدر يعيد بناء الثقة بين الأب والأم. عايز أقول لك حاجة، دي مشكلة منتشرة. إذا فقد الابن العلاقة الحميمية بينه وبين الأب والأم والمشاركة والحاجات دي في سن ما قبل 10، ما تعرفش تسيطر عليه، هم ما عرفش يعالجها خلاص. أصبح لازم يجي يدخل طرف ثالث يوضب العلاقة دي من جديد، وده اللي بيتم دلوقتي. وأول جزئية إنك تعيد بناء الثقة في النفس عند الابن اللي فقد ده. الأطفال دلوقتي يعني تقريبا بيثقوا في الأصدقاء اللي هي الأونلاين، الناس اللي على الإنترنت، برافو عليك، على في الموبايل. هي دي النقطة، دي المخاطر اللي احنا بنشوفها، ما تعرفش تلمها تاني. ولذلك صعوبة بالغة جدا. وبعد كده يقول لك إيه، أنا آسف في اللفظ اللي بيقوله للناس في المجتمع، يقول لك ده الجيل. لا، ده مش الجيل، ده عدم مشاركة في التربية. احنا نقف عند النقطة دي يا دكتور، ويبقى لنا لقاءات تانية نتكلم عن موضوع الفاصل اللي ما بين الأبناء والآباء اللي هو الموبايل والتكنولوجيا الحديثة. هل الكلام ده ليه مخاطر؟ طبعا ليه مخاطر، ولا ملوش مخاطر؟ ليه مخاطر، بس في نقطة ما خدناش بالنا منها. أي تكنولوجيا في الدنيا لازم تعلم الناس كيفية استخدامها. حضرتك معلش أنا آسف جدا، هل أنا لو جبت طيارة وجيت قلت لحضرتك اتفضل اطلع الطيارة من غير ما ادربك هتقدر تقود الطيارة دي صح؟ بس أنا عندي رد للموضوع ده. الأب والأم ما عندهمش أصلا دراية عن المعرفة اللي ممكن يكتسبها الطفل. فهو بيروح للإنترنت أو بيروح لجوجل أو الموبايل، فبيلاقي إن الموبايل ده أصدق وأكثر علم من والده. تخيل؟ يعني أنا عايز يبقى حوار بس، لكن في اللقاءات التانية. توعدنا إن شاء الله يكون معنا في اللقاءات التانية، لأن ده يبقى حوار ثري. أيوه. يعني أنا تحديدا متخصص في هذا المجال، فيبقى نعمل بينج بونج زي ما بيقولوا. أهلا وسهلا. شكرا يا دكتور. أشكرك جدا. كان معنا في الفقرة الدكتور حسام الدين، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. لكن بعد الفاصل الدكتور محمد نيسي، هنتكلم بس عن حاجة واحدة بس. أنا عندي صداع. يا ترى الصداع ده بيجي لي منين؟ فقرة مهمة جدا لكل الناس في العالم كله. استنونا بعد الفاصل.